أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وإلى أهم الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد للانتهاء من تشييد المدن الجديدة في المواعيد المقررة وكذلك الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها وتطوير البنية التحتية، مشددا على الالتزام الكامل بالمعايير العلمية الخاصة بالجودة والأداء بغية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ بني سويف. استعرض وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي تطورات العمل في المدن الجديدة الجريء إنشاؤها في جميع أنحاء الجمهورية. ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شرطيا ألمانيا أطلق النار على رجل في كاتدرائية برلين والتي تعد مقصدا للسائحين في العاصمة الألمانية. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن شخصا كان يثير مشاكل داخل الكاتدرائية، ما استدعى رجل الشرطة إلى استخدام السلاح ضده، فيما أكدت الشرطة عدم وجود دافع إرهابي للحادث في كاتدرائية برلين. قالت وزارة الداخلية البريطانية إن الخطر الذي يمثله المتشددون على البلاد سيبقى عاليا على مدى العامين المقبلين. وأوضح بيان للحكومة أنها أهبطت 25 مؤامرة لتنفيذ هجمات من جانب متشددين منذ يونيو من عام 2013، منها 12 مؤامرة منذ مارس من عام 2017، بينما تتعامل حاليا مع ما يزيد على 500 عملية حية. يعتزم الرئيس السوري بشار الأسد زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية قال الأسد إن العالم يرحب بالأنشطة المهمة في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أنه على يقين بأن الزعيم الكوري سيحقق النصر في النهاية وينجح في إعادة توحيد كوريا. شكرا للمتابعة، في أمان الله.